الاسد اذا اخذناه مع مولد برج الثور صعب صعب، كل الصعبه يعني. نرجع من جديد الى الامراه الثور البيتوتيه اللي تهتم بالامور الماديه وتهتم بالحرص، والاسد المسرف. طيب الامراه الثور اللي صرفت اللسان او جارحت اللسان فيما لو تعرضت الى اساءه، طيب الاسد هو بحد ذاته طبيعه دكتاتوريه، ممكن ان يعرض اي شخص الى اساءه او الى كلمات بذيئه او ما الى ذلك. يا ترى الاسد يتقبل كلمات من موت مجدد؟ صعبه صعبه، هذه العلاقه صعبه. العلاقه احنا دائما نحاول ان نشوف برج يحاول ان يمتص غضب البرج الثاني. برج اذا لقينا احد الشخصيات بها نوع من الحماسه والاندفاع، نحاول نشوف شخصيه ثانيه عندها طموح لكن تحاول ان تمتص هذه الحماسه والاندفاع في اوقات معينه. اذا شفنا مثلا برج عنده نوع من الانانيه، من الصعب جدا ان نجيب له برج ايضا اناني، لا لازم نجيب له برج من النوع اللي ما يفكر كثيرا بنفسه، يفكر بامور متعدده اخرى حتى يحاول ان يمتص غضب البرج الاول او يمتص ما موجود من في 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 صاحب هذا البرج. فبالتالي هنا موت برج البقره هي غير قادره على امتصاص دكتاتوريه الاسد ابدا، لان هي بحد ذاتها ايضا عندها دكتاتوريه، عندها نوع من التسلط وعندها نوع من الكبرياء. صعب هاي العلاقه.